السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير بسلام صحة وعافية. ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لتتواصلوا بأحدث الفيديوهات المفيدة إن شاء الله. اليوم سوف أتحدث وسوف أجيب على سؤال، وفي هذا السؤال يعني هناك فائدة، يعني حاول فقط أن تسمع لي ما هو يعني الموضوع. أنا أخي الكريم، لماذا تركت التدوين للمعلومات عن الربح وعن بلوجر؟ لماذا تركت هذا المجال؟ هذا في الحقيقة بوضوح دون كذب لا ربح فيه. لماذا لا ربح فيه؟ لأننا نستهدف أناس تفهم أكثر منا في الربح أصلا، أو تفهم في الربح. حين تقول له مثلا تدون على طريقة الاشتراك في الأدسنس، أنا أستغرب نقطة. حين تقول للشخص طريقة الاشتراك في الأدسنس، تمام؟ سيدي استخدمت يعني استخدم كلمات الدلالية و و و و و وارتفعت هي الأولى في جوجل. طيب دخل عندك الآلاف، هؤلاء الآلاف حين دخلت الأدسنس، ألا تعلم بإعلانات الأدسنس هي أصلا تبحث عن طرق وربح، كيف يربح في الأدسنس؟ لن ينقر، أنت تضع له إعلان هنا وإعلان هنا وإعلان، هو يعلم أن هذا إعلان وهذا إعلان وهذا إعلان، ولن ينقر على هذه الإعلانات بالبتة، لأنه يعلم في هذا المجال هذا. والإخوة الكرام كلهم الذين يدونون في بلوجر، أنا أسأل العديد ممن يدون في الأرباح، هل له الأرباح؟ يقول لك لا، أرباح قليلة جدا قليلة جدا، لأنه يستهدف أناس تفهم في ذلك. ولهذا قلنا نضع لهم إعلانات منبثقة، يستعملون أد بلوك خطيرين، المعلومة صعب، المعلومات خطيرين، يعني ليس أناس عاديين، يعني يفهمون في المعلومات، يفهمون في ما معنى استعمال أد بلوك. تجد له قناة يشرح أيضا كيف يتم يعني تطبيق هذه العملية. ولهذا يعني مثل المعلومات وكذا وكذا، في الأجانب تربح معهم، لأن أناس لا تستعمل هذه الأمور تربح معهم. لهذا أنا أقول لكم هذا سبب تركي للمعلوميات، ويعني توجيه أو يعني اخترت مجال آخر للربح منه مع أناس لا تفهم في الربح. وفعلا يعني هناك أرباح هائلة ما شاء الله، ولله الحمد ما شاء الله. فهذا هو سبب تركي للمعلوميات، ولكن أنا أعشق هذا المجال، لهذا أنشر العديد من الفيديوهات، ولا يهمني كم عدد المشاهدات أو عدم النقرات أو عدم كلمات المفتاحية إلى آخره. فهذا الأمر يعني لا يهمني حاليا، والحمد لله القناة ترتفع وهكذا تستمر. وجزاكم الله خيرا، وأعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.